عربيه الميكروباص النهارده غلت الاجره 3 جنيه و4 جنيه، واللي بيجيب لي النظاره ده غلى الكرتونه دي 2 جنيه عشان البنزين. كل اللي يتكلم يقول لك البنزين. طب احنا نعمل ايه؟ الزرعات قدامنا وبنغلوهم، لا اللي بياكل عايز يشتري، واحنا نروح هناك نلاقي الزرع غالي، وهنا العربيات برضك مغليه علينا وما احناش عارفين نعمل ايه. مش عارفين نعمل ايه. والدنيا كلها غالية. شوف الزرع متى ومن قلة الشراء. متى قدامنا الزرع؟ من قلة الشراء، من محدش راضي يشتري. من غالي. طب ما هو ده ب 15 جنيه ياكلوك، ب 15 جنيه ده وب 20 جنيه. واحنا جايبينه غالي والميكروباص بياخده غالي. بتاع الميكروباص بتاع اللي بيشيل بالعربية ربع نقل بياخد على كله ده نص جنيه. على كله نص جنيه بياخد على الكرتونة خمسة. واه لقينا البلح راقد من التناودي وميت ومات منه. والزرع كله مات منه. زرع عدم منه مش عارفين نبيعه، او معلقين على 5 جنيه مش عارفين نبيعه. مات منه من قله البيع. ما فيش زرع غالي والدنيا غاليه ومش عارفين هنعمل ايه. طب انت لما سالت السبع في اللي بيحصل ده قالك ايه؟ انا ما اعرفش السبب جاي منين. ما اعرفوش جاي منين. هنعمل ايه يعني؟ بس انت شايف اللي بيحصل ده حله ايه؟ حله ربنا سبحانه وتعالى. الحل عند الله مش اكتر من كده. طب بقالك قد ايه في الشغلانه دي؟ انا بقالي 25 سنه 30 سنه في الشغلانه دي. اول مره يحصل لنا الكلام ده. يعني السنه اللي فاتت واللي قبلها كانت الدنيا عامله ازاي؟ كانت الدنيا زي كده برضو. من ساعه الثوره وبيتنا خربت، واحنا لا لنا لا في الثوره ولا في البوره. اتدمرنا احنا كده في الوسط غلابه، مساكين مش لاقيين لنا، صدق بالله ما لاقيين حتى نجيب دقيق ولا اكل ولا شرب، وضلهم جايبينهم شكو بالدين. كل معلم له شويه. وده قاعدين هنعمل ايه بقى؟ لو انت شايف ليه الحكومه مش بتفكر في الغلابه؟ ها؟ الحكومه مش بتفكر في الغلابه؟ والله الحكومه كانت فكرت من زمان تفكر دلوقتي. اذ كانت فكرت من زمان تيجي تفكر معانا دلوقتي. ما هي طول حياتنا بقى لنا 30 سنه ولا 35 سنه مدمرين. ما هو الرئيس الجديد من حيث ما مسك. ايوه. غلى لما تغلى الجاز بتاع العربيات. ومنع ال 10 طاقه ما ياخدش عيش. هيعمل ايه تاني؟ في ايه تاني اللي هيعملها؟ الرئيس الجديد ده على راس الغلابه وحط الرئيس الجديد. هو بيقول عشان ميزانيه الدوله. ما ميزانيه الدوله برضه بيمص في دمنا احنا يا غلابه. ميزانيه الدوله هيغلي الجاز ويغلي البنزين ويغلي الخضار ويغلي الفاكهه. بيمص في دم الغلابه. الناس اللي عندها مقدره اللي بتقبض اللي بيقبض ليه 20,000 اللي بيقبض ليه 30,000 في الشهر اللي بيقبض 15,000 عنده مقدره. كان هو كده بيمص في دم الغلابه وبيدي الناس الشبعان. لو هو هذا اللي بيعمله هو سامعك. لو هو سامعني يخلف قلبه رحمه ويخلف قلبه رأفه ويرخص الحاجه ويخلي اللي معاه واللي ما معاهوش ياكل. في دي كنت الناس ما عندهاش مقدره تجيب العشاء بربع جنيه. ما عملش الطاقه ما تقدرش تروح تجيب العشاء بشيلن ده. يعني النفر اللي في بيته خمس ست عيال بيروح يجيب ب 20 جنيه في طاقه عيش. نت حرام ولا حلال؟ انت عن نفسك حرام ولا حلال؟ طيب الاسعار مرتفعه، الاسعار مرتفعه خالص ومفيش حد بيشتري خالص. وما اعرفش كل يوم بنرمي كرتونتين ولا ثلاثه مفيش شغل. يبقى نبيع ازاي ولا نشتري ازاي؟ مفيش يعني الحال واقف وحال البنزين ده البنزين غلي والنقل والزرع بيجي من اكتوبر بيدفع له 300 جنيه بدل ما كنا ندفع 150 بدل بندفع 300 جنيه. يعني الحال واقف خالص. اصلا ازاي يعني قد ايه بقى؟ يعني البيعه كلها بقت زادت كام؟ زادت 200 جنيه بتاع 200 جنيه يعني، وغير الزرع يعني النقل، نقل بس غير الزرع. المانجا كنا بنجيبها 8 جنيه بقى بنجيبها ب 12. التفاح كنا بنجيبه ب 5 بقى بنبيعه ب 8 بنجيبه 8. هنبيعه بكام ولا نشتري بكام ولا مين اللي هيشتري اصلا؟ مفيش حد هيشتري ولا في حد هياكل. مفيش اكل. الناس ما فيش ناس يعني. في ناس مين اللي هياخد مثلا بالاسعار دي؟ يعني مثلا مين اللي هياكل تفاح مثلا زي دي ب 15 جنيه ولا 20 جنيه؟ الناس هتجيب منين؟ يعني فتح عشان اكل لو مدعيش انا راخر. يعني ما فيش شغلانه غير دي. هشتغل ايه تاني؟ ما فيش شغلانه غير دي. يعني لو في شغلانه غير دي كنت سبتها.